مشاهدينا نحييكم من جديد، وقبل ما اختم الحقيقه نريد ان نحمي نجوميه عمر الشريف من حفيده. تصريحات مهمه تتناقلها وسائل اعلام امريكيه واوروبيه على لسان حفيد عمر الشريف، هو بيقول فيها بوضوح: اعترف بتردد انني مصري ونصفي يهودي، امي يهوديه، وانني شاذ جنسيا. انه شاذ جنسيا وانه يعني قضيه يهودي وامه يهوديه ليست قضيه محل خلاف، يعني انما انك لكي تدافع، هو عنده مخاوف متعلقه بسيطره الاسلاميين على الحكم في مصر، فبيقول انا بقيت خايف من سيطره الاسلاميين. لكن هل تعتقد انك لما تطلع بيافطه كده وتقول انك شاذ جنسيا وتتحدث بهذا الشكل؟ هو بيقول انه يعني انه بيحب وطنه مصر جدا، وانه الكثيرون في مصر ما لهمش صوت، وانه في مخاوف تتعلق بهيمنه الاسلاميين وهيمنه التيار الاسلامي. كل الكلام ده مشروع، والحديث عن مخاوف تتعلق بالتيار الاسلامي كلها مقبوله، والحديث عن مخاوفه هو شخصيا مقبوله، لكن لماذا تصدمنا بالحديث عن شذوذك الجنسي؟ فلنحمي نجومية عمر الشريف. عمر الشريف قيمة وقامة فنية، لكن يجب أن نحمي نجوميته من تصريحات حفيده. وقبل ما انهي بقول أنه نأسف للانفعال الشديد فيما يتعلق بالمكالمة مع المستشار عبد المعز إبراهيم، المتهم الأساسي في فضيحة تسفير المتهمين الأمريكيين، لأنه الحقيقة سألناه: انت قاعد تسافر بينما نشعر جميعا بوصمة العار، بالإضافة إلى أنه كل القضاة كذبوه اليوم، قالوا أنه جاء إلى الجمعية العمومية وقال أنه سيتنحى عن التفويض الممنوح له. سيتنحى يعني إيه؟ يعني هزيمة قاسية له، اعتراف منه بتورطه في هذه الفضيحة. فبيقول للقضاء: بدلا من سحب الثقة مني أنا هتنحى عن، زي ما حد تقيله فتقول له بدلا من أن أقيلك عشان أحفظ لك ماء وجهك استقيل. لكن للأسف المستشار عبد المعز إبراهيم يمارس معنا لعبة الاستغماية، ذهب إليهم وقال لهم إن أنا بتنحى، ثم أعلن معنا منذ قليل إنه ما قالش هذا الكلام وإنه ما زال يمارس اختصاصاته، وأغلق التليفون في وجهنا. قبل ما أختم، يبقى كان يتشطر على المتهمين الأمريكيين. نلقاكم غدا في موعدنا الساعة 6 مساء إن شاء الله. تصبحون على وطن. كلنا فريق واحد، كلنا فريق واحد، كلنا بنبني مصر، كلنا بنبني مصر، كلنا أهل مصر.